كما تنتفض معظم المدن لتلبي نداء الأرض والشهداء، فهو الصوت قادم من العاصمة القدس في حالة من الغليان شهدتها مدينة القدس فور خبر استشهاد الأسير ميسر أبو حمدية. وخلال وقفة رفعت بها الأصوات والشعارات من أهالي القدس رفضا لاغتيال الشهيد ميسر أبو حمدية، فضت المظاهرة أيضا من قبل جيش الاحتلال بالضرب وبقنابل الغاز والصوت والمطاط وأيضا لفض هذا التجمع. معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع الناشط الشبابي من القدس محمود قرعين، الله يصبحك بالخير. صباح الورد. حدثنا ماذا حصل بالتفصيل؟ في احنا وصول خبر استشهاد الأسير ميسرة، قرر مجموعة من الشبان إقامة وقفة للتنديد في عمليات القتل البطيء التي يتعرض لها أسرانا في السجون الإسرائيلية. فحين وصول الشبان وتجمعهم على درجات باب العمود، مباشرة وصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية مدججة بالأسلحة مع وحدات الخيالة وأيضا وحدات الكلاب. فمباشرة حين بدأ الشبان بالصراخ بالشعارات المنددة بهذا بعملية القتل، فرقت المظاهرة بالقوة، قامت باعتقال ما يزيد عن 10 شبان، اعتدت على مجموعة أخرى، كان من بين المعتقلين رئيس نادي الأسير ناصر قوس. بدي أسأل عن اعتقال أو عفوا الاعتداء على السيدات اللي كانوا موجودات هناك. كان في سيدة تم الاعتداء عليها، سيدة من البلدة القديمة، تحديدا من باب المجلس على ما أتوقع. تم الاعتداء عليها بشكل مباشر من قبل مجموعة من الجنود. حين حاولت مساعدة سيد ناصر قوس في اللحظة التي تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة كبيرة من الجنود. محمود، يعني سنسألك ربما على تفاصيل أكثر خاصة بالأشخاص اللي تم الاعتداء عليهم، كان من بينهم كمان في صحفيين، كان في شباب ونساء، ولكن من بعد ما نشوف هذا المقاطع من المظاهرة. ميسرة يا مجروح، ميسرة يا مجروح، ميسرة يا مجروح، دمك هادر ما بيروح، دمك هادر ما بيروح، دمك هادر ما بيروح، دمك هادر ما بيروح، تحية بحرارة، تحية بحرارة، وللأسير المدورة، وللأسير المدورة. Давай, 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 давай
هاي مقاطع من المظاهرة اللي كانت بباب العمود قبل يومين. يعني متعودين دائما يكون في هناك فضل المسيرات، ولكن هذه ربما من اعنف المسيرات من سنه تقريبا. وشفنا انه نساء نساء اطفال صحفيين وايضا مسعفين. نعم محمود، نسمع منك اكثر التفاصيل. صحيح، عاده السلطات الاسرائيليه بتعمل على فض الوقفات المندده بالممارسات الاحتلال ايا كان، حتى لو كانت وفقا للقانون الاسرائيلي. هناك معايير للوقفات الاحتجاجيه وغيرها حسب القوانين الإسرائيلية، فالسلطات الإسرائيلية نفسها لا تحترم القانون الخاص فيها بالتغاضي عن القانون الدولي وغيرها من القوانين. في المظاهرة الأخيرة قامت القوات الإسرائيلية بفض المظاهرة بشكل سريع ومباشر، علما منهم بأن هذا النوع من المظاهرات يصب بصالح استمرار المواجهات والمشاكل في القدس، فقامت بفض المظاهرة بشكل مباشر وعنيف لم يسبق في الفترة الأخيرة استعمال عنف كهذا في مثل هذه المظاهرات. المظاهرات في القدس ودرجات باب العمود وفي الصليب الأحمر بشكل أسبوعي، لكن السلطات الإسرائيلية لا تستعمل هذا الأسلوب لفض المظاهرات سوى عند استشهاد الأسير ميسرة. سؤالي عن تم اعتقال 12 شخص خلال المسيرة هاي بالتحديد، هل تم عودة ال 12 شخص تم اعتقالهم؟ تم إخلاء سبيل 10 منهم، 10 أو 11 منهم في يوم أمس، وتم تمديد اعتقال السيدة إنعام على ما أتوقع محاكمتها ستتم اليوم، وكل المعتقلين تم إخلاء سبيلهم بكفالة شخصية قيمة 5000 شيكل طبعا غير مدفوعة، و500 شيكل كفالة مدفوعة لكل واحد من الأسرى أو المعتقلين. يعني للقدس هناك خصوصية عالية، يعني وجود مواجهات أيضا في كافة المدن، ولكن القدس لها خصوصية، ولاحظنا كمان أنه هناك في وحشية أيضا بردات الفعل. يعني هل هناك، ماذا حصل بعد المسيرة بالتحديد؟ بعد المسيرة بشكل طبيعي تحول تفريق الوقفة التضامنية أو خلينا نعتبرها المظاهرة تحول إلى مواجهات. استعملت القوات الإسرائيلية الغاز بكثافة، الرصاص المطاطي، وبالإضافة إلى استعمال وحدة الخيال لتفريق كل تجمع أيا كان. فبعدها خلال يعني خلينا نقول ساعة أو ساعتين انتشرت مواجهات في كل أنحاء القدس. كان في مواجهات في على مداخل بلدة الروم، كان في مواجهات على مفرق عناتة وغيرها من الأحياء الفلسطينية. فبطبيعة الحال ردة الفعل لهذه الانتهاكات من قبل السلطات الإسرائيلية هي اندلاع مواجهات في الأحياء الفلسطينية، وهذا هذه النوع من أو خلينا نقول ردات الفعل الفلسطينية ضد ما تقوم به السلطات الإسرائيلية تحول بعد يوم أو يومين إلى عقاب جماعي لجميع السكان في المناطق التي اندلعت فيها المواجهات. على سبيل المثال ما حصل في قبل شهرين أو ثلاث في بلدة سلوان أو في العساوية، بحيث قامت السلطات الإسرائيلية بعمل طوق أمني يحيط في هذه الأحياء والبلدات. طيب، هي دائما القدس تتعرض للكثير من الاعتداءات. امبارح كمان كان في إضراب شامل عام الأراضي الفلسطينية، والقدس تحديدا على الشهيد ميسر أبو الحمدية الذي استشهد داخل سجون الاحتلال، في خطوة تصعيدية لنصرة الأسرى خاصة المرضى منهم، والإضراب شامل كافة المحال التجارية والمطاعم والمكاتب في شوارع صلاح الدين، باب الساهرة والسلطان سليمان. صحيح،
لنشاهد التقرير مع الزميل محمد سرحان، بالأمس كان في القدس، دعونا نشاهده. الإضراب الشامل عم الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، حدادا على الشهيد ميسر أبو حمدي الذي استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تصعيدية لنصرة الأسرى وخاصة المرضى منهم. ما حصل اليوم في مدينة القدس كردة فعل على ما على استشهاد الأسير البطل اللواء ميسر أبو حمدية كان أقل القليل وأقل واجب تجاه أسرانا الأبطال. طبعا استشهاد الأسير ميسر أبو حمدية كان ذقنا قوس الخطر تجاه جميع الأسرى المرضى وبالذات أسرى المرضى السرطان وأيضا الأسرى المضربين ومنهم الأسير المقدس السامر العساوي. هؤلاء الأسرى هم مشاريع شهادة شهداء معوق في التنفيذ. الإضراب والذي شمل كافة المحلات التجارية والمطاعم والمكاتب في شوارع صلاح الدين باب الساهرة والسلطان سليمان، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية في القدس القديمة والمدارس التابعة للأوقاف الإسلامية، فقد شهدت مدينة القدس مواجهات عنيفة بين المواطنين وشرطة الاحتلال في أعقاب الإعلان عن استشهاد الأسير أبو حمدية في مواجهات أوقعت عشرات الإصابات بين المواطنين. ربما اليوم الإضراب الذي حدث في القدس كان من أنجح الإضرابات في كافة المناطق، ليس فقط بسبب الحزن على استشهاد الأسير ميسرة، بل أيضا هي رسالة من الشعب المقدسي ومن تجار القدس إلى العالم أيضا من أجل سامر العيساوي. نحن لا نريد كمقدسيين وأيضا كفلسطينيين أن يرتقي سامر العيساوي شهيدا نتيجة صمتنا وعدم نصرتنا له. هناك حراك في القدس دائم من أجل سامر وكافة الأسرى الفلسطينيين. يشار إلى أن سلطات الاحتلال حولت محيط مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ونصبت العديد من الحواجز بهدف منع المقدسيين من الوصول إلى المدينة المقدسة، وليس بعيدا عن القدس وتحديدا في مدينة الخليل، حيث من المتوقع أن يشيع جثمان الشهيد الطاهر اليوم الخميس في مقبرة الشهداء في مدينة الخليل. رحم الله شهداءنا وألهم ذويهم الصبر والسلوان. محمد سرحان لقناة الفلسطينية، القدس المحتلة. بالأمس إضراب شامل عم شوارع القدس، وأيضا استمعنا في التقرير إلى شيرين العساوي شقيقة سامر العساوي. إذن يعني كما هو حلم الجميع الوصول إلى القدس والتواجد في القدس، هو حلم الآن الأسير سامر العساوي. كيف تنقل لنا تفاعل سكان القدس بالتحديد مع قضية سامر العساوي؟ بداية التفاعل مع قضية الأسير سامر بدأت بتتغير أسلوب ردة الفعل. سكان القدس يعانون من عشرات المشاكل أو مئات المشاكل، من والتضييق. اعتقالات وأسرى واعتقالات أطفال وغيرها من مشاريع التهويد الاستيطانية ومصادرة الأراضي. فيستحيل على السكان المقدسيين تركيز اهتمامهم وجهودهم وطاقاتهم للتنديد في موضوع سامر العساوي والوقفة التضامنية، إلا أن الموضوع ما زال مستمرا. هناك وقفة تضامنية كل يوم خميس في مقر الصليب الأحمر في القدس لدعم الأسير سامر العساوي وعائلته، ربما خاصة أنه أكيد العمليات الوقفات التضامنية لا تؤثر على السلطات الإسرائيلية، وصلت لمستوى عالي من الوقاحة. أنا هذه الأساليب فقدت قوتها مقابل السلطات الإسرائيلية. لم يؤثر عليهم بالضبط، يعني لا يوجد أي تأثير لهذه الفعاليات.
فكان يوم أمس هناك وقفة تضامنية، تواجدت قوات كبيرة من السلطة من الشرطة والقوات الإسرائيلية، لكنها لم تفرق التظاهرة كالعادة، لأنهم يعلمون بأن المكان محصور ولا يوجد، ليس ممر للعامة ولا يوجد عدد كافي حتى من من الصحفيين في المكان لنشر ما يتم في من خلال هذه الوقفة التضامنية. شكرا محمود قرعين الناشط الشبابي من القدس، وكان المفروض انه يكون في هناك كمان خلال الايام اللي مضت نقل اكثر من القدس حول موضوع الفعاليات اللي موجوده في شوارع مختلفه كما ذكرنا، في شارع صلاح الدين، باب الزهره، وباب العمود، لكن قوات الاحتلال تصر دائما الا ان تعتدي على المشاركين والمواطنين هناك. شكرا جزيلا. شكرا على تواجدك. ولابد بتذكير يعني كما يعني في الأخبار الآن، هناك لازال توتر في داخل سجون الاحتلال، والآن أخبار عن أن أسرى سجن ريمون أنزلوا أعلام إسرائيل وأحرقوها. هذا ما أفاد به تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوضع في السجون لازال متوترا وخطيرا. يعني متأمل كمان هل يكون في عنا اتصالات أكثر لنكون في صورة الوضع، وسننتقل إلى الخليل ولكن بعد الفاصل.